السلام عليكم حبايب، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم وصفتنا رح تكون وصفة من التيك توك اسمها خبز الغيوم. مرحبا حبايب، هي انا جوجو، رجعت لكم. تعرفوا كنت شوية مشغولة بالدراسة وهيك، بس رجعت. هلا المكونات اللي حنستعملها هي البيض وسكر ونشا، بعدين حطينا ملون طعام. طبعا انتو بتختاروا اي لون بيعجبكم. اول خطوة هي انه بدنا نفصل صفار البيض عن بياض البيض. احنا كتير جربنا طرق، بس هي اكتر طريقة بتزبط معنا. بنجيب اي قنينة، علبة عصير، ونستعملها بهاي الطريقة. نحنا بهذا الفيديو بس رح نستعمل بياض البيض، وصفار البيض انتو بتحفظوه بالبراد، بتستعملوه بالطريقة اللي بتكون اياها. ونحن هون استعملنا الخلاط الكهربائي لانه اسرع واسهل، وبعدين مثل ما عم تشوفوا بنضل منخلط بياض البيض لحتى يصير بهالشكل رغوة او مثل الكريمة، بيكون وقتها صار جاهز. وقت بيصير عندكم مثل هذا الشكل او القوام، بنضيف السكر بدفعة واحدة، وبعدين بنرجع بنخلط لحتى السكر كله يدوب. بعد ما خلطنا السكر رح يكون القوام عنا متماسك وتقيل، ووقتها منضيف ملون الطعام والنشا. وهلا منجيب صينية فرن مثل ما عم تشوفوا، ومنحط الخليط عليها ومنشكله بالطريقة طبعا اللي انتو بتحبوها، ونحن سويناها بطريقة دائرية مثل ما عم تشوفوا. وبعدين منحطها بالفرن لمدة نص ساعة 30 دقيقة على درجة حرارة 150 سيليسيوس. وشوفوا اللون يا جماعة، عن جد طلع يعني خرافي. وإذا وصلتوا لهون لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد. وهلأ صار وقت نجرب. أنا فوفو حسيت إنه بتشبه طعمة الكستنة، بس ما بظن رح أرجع أعملها مرة تانية، ما كتير حبيتها. نحن فكر أصلا الفكرة منه إنه نجرب، وأنا عجبتني شوي بس مش إنه رح أعملها مرة تانية. لا شكرا كتير حبايب على مشاهدتكم للفيديو، منحب نشكر حبكم ودعمكم المستمر إلنا، ويلا نبلش بفقرة التعليقات.